الشكوى بتاعتكم لرئيس الوزراء كان في احلنا في الشكوى دي ارقام الخطابات الاربعه اللي مجلس الوزراء احلهم لوزاره التخطيط عشان تدرس موضوع تعيين حد، ولكن طبعا وزير التخطيط ما بيردش على اي جواب احاله من مجلس الوزراء. يعني انا مش فاهمه تعنت وزير التخطيط ليه؟ بنروح نقدم طلبات مقابله ليه عشان نفهم سبب رفض تعييننا او سبب عدم رده بشكل رسمي لمجلس الوزراء بيعلق طلبات المقابله؟ يعني لا بيدي سبب ان هو رفض مقابلتنا ولا بيدي سبب ان هو هيقابلنا. يعني انا مش فاهمه التعنت ده كله ليه؟ ولما قانون الخدمه المدنيه فعلا بيتطبق ليه طلع قرار من اسبوعين حجز دفعه 2014 عماد 2015؟ وليه كمان احالوا ماجستير دفعه 2015 للدراسه؟ يعني هل القانون دلوقتي بيتطبق على فئه دون الاخرى؟ مين الاولى بالتعيين؟ اللي متخرجين بقالهم 10 شهور وانا لسه متخرجين من يومين؟ يعني ليه سبب كره وزير التخطيط بالمنظر ده لاوائل الخريجين؟ هم اوائل الخريجين عاملين في ايه؟ انا عاوز احمي اي واحد يدخل قلبي. انت بتسر مصر يا فندم. انا مفيش حكومه دلوقتي، وان شاء الله لما الحكومه الجديده تتشكل هنعرض المذكره تاني على رئيس الوزراء الجديد وهو هيتخذ فيها امر. يعني